بالنسبه لينا حنايا تنقولوا علاش لان وكتكون كتسجل حتى للجهه او لهذا الشركاء ولا هذا يعني في نقطه حسنه بالنسبه لهم تاريخ. علاش؟ لان غدا غادي يجي واحد المعاق مثلا للجهه يدير بحث ديالو هو عنده اعاقه بصريه، لماذا انه يلقى في الارشيف واحد 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 المطبوع ديال برايل يستعن به انه هذا يطور التسميد ديالو؟ ولهذا أما تنقولوا ملي تنهضروا على الولوج كنقولوا أن بصح خصنا نخدموا ماشي ما نشوفوش. أنا دابا لاحظت أنا واحد الملاحظة هو أن الإنسان اللي مبصير أو الإنسان اللي ما عندوش إعاقة حركية مثلا ولا هذا تيشوف غير هو كيكتب أو كيدير شي حاجة كيدير هو اللي تيحس به، ما تيديرش بأنه هو ماشي تيخدم راسو، راه تيخدم كيخدم المجتمع. إذا هذه الثقافة خصنا نتملكوها، باش نتملكوها خصنا نسمعوا بعضياتنا. بالنسبه لبغينا نهضروا واش اللغه العربيه ولا الفرنسيه، لا انا تنقول اللغه الفرنسيه هي التواصل، يمكن اننا واحد الاخ معنا او هذا يمكننا نترجمه يمكننا نقلب على وسيله، ولكن اللغه العربيه اساسا مثلا في هذا دابا ما كاين لا البراي ما كاين لا اللغه العربيه لا طبعا مثلا بالعربيه. علاش؟ لأننا نقدر غدا نقول نستعمل واحد الولد عنده ابتدائي عنده الاعدادي نقول له قرا لي هذا الملف مثلا، الا تعذر عليا انا بطريقه البري ما كاينش ومي خصني نمشي. انا حنا كمجتمع مدني نمشيو في اتجاه ديال الترافع، لان الدوله خصها دير هاد النوع ديال الخدمه، ما نديرش انا الدور ديال الدوله ونخلي انا الدور ديالي انا مثلا. انا هذيك الصحه خصها تكون هذاك الترويض خصو يكون في السبيطار، هذيك واحد المجموعه ديال الحوايج في المدرسه بحال مثلا نهضروا على الكوفين، كاين المدارس يعني واحد 13 ديال المدارس في المغرب اللي محظوظ هو اللي تيولج لديك المدرسه، لان كاين المدن اغلبيه ديال المدن اللي ما كاينش فيهم مدارس. نعطيك على العرائش مثلا واحد المجموعه من المدن في المغرب اللي ما فيهمش مدارس، ولكن هذاك الطفل اللي مكفوف واش ما عندوش الحقيقه؟ لا، وانا عندي تجربه، لان الانسان ما كانش عنده علاقه بديك المدرسه والله شحال من الناس ما عارفينش بان كاين مكفوف ثقه. وانا على البارح وقعت لي للاسف ان مازال العقليه ديالنا حنا هنا في المغرب مازال ما بقاش صغير. صور انا مشيت لواحد الاجتماع في الجامعه ديالنا ديال العرايش، السيد سكرتي في الباب قال لي مسكين ماشي عندك شي جاب ديال تبع الاجتماع وجد لنا الاجتماعات للاسف واحد اللي معنا في الاجتماع ديالنا المسؤوليات ديال كل شيء. العمل اللي دار في الورشه ديال العرايش
دار ان بوتي كونتاكسيون واحد المخطط صغير على 3 موا هو اللي غادي يكون هو لا باز ديال الخدمه ديالنا اليوم. وعلى هذاك الاساس بغينا نخرجوا بمخطط عمل اللي هو مدقق واللي هو فعلي واللي صالح للتنزيل. هذا هو الاوبجيكتيف ديال الورشه اليوم. نتوما المطلوب منكم الان هو نرجعوا اولا باش درنا لا بريزونطاسيون نرجعوا النتيجه ديال الورشه الاولى باش ما تكونش لنا اعاده ديال العمل. يعني لا ديسكوسيون مرحبا بها ماشي، ولكن خصنا نركزوا على اشنو نقدروا نديروا وكيفاش نقدروا نطوروا هذاك المخطط العمل اللي خرجنا به من الورشه وشنو هما الحوايج اللي نقدروا ندققوها اكثر. يعني شكون اللي غيتكلم بالانشطه اللي تكلمنا عليها، شنو هما الحوايج اللي نقدروا نمشيو في الاتجاه ديالها، شنو هما لينيون اللي جايين يقدروا نديروهم في اي اتجاه. يعني هذا هو الشيء ركزت في الاول ديال الورشه، لاننا العمل اللي كنقدموا به اليوم هو عمل تسهلوا العمل ديال المجموعه. يعني هو تيبقى عمل ديال المجموعه وليكم نتوما انكم تحددوا طريقه الاشتغال اللي بغيتوا نشتغلوا بها من هنا لقدام ان شاء الله في كاع الاجتماعات اللي جايين باش نخرجوا بعد مخطط العمل. يعني هذا هو الاوبجيكتيف اللي هو الهدف المشترك بيناتنا اليوم. المجتمع المدني والقطاع الخاص على اهداف مشتركه وكاع مصوتنا عليهم الى عقلتو. دونك هادو اللي نورمالمون كلشي يصوت عليهم وهادو غيبقاو بحال الكيد ديالنا. ولكن في الاخر ديال الورشه الى عقلتو كل مجموعه من هاد المجموعه ديال المجتمع المدني خدموا واحد البلان داكشن. قالوا حنا كمجتمع مدني ها هما يعني الاشياء اللي غادي نحاولوا نخدموا عليهم في 3 شهور وفي هذا الاطار هذا. دونك حنايا هذوك المجموعات اللي داروا هذاك البلان داكشن غادي نجمعوهم كاملين وغادي نبلغوا هذوك لي بلان داكشن. ومن بعد عاد يقدر يتقدموا هذوك لي بلان داكشن اون فوا غنكون تكون عندنا واحد الرؤيه واضحه وندققوا شنو هما المشاريع. هاد الاقتراحات كاملين اللي قلتهم دابا غادي نخدموا عليهم، يعني نقدروا نزيدوهم في البلان داكشن. ومن بعد نقدروا المجموعات كاملين نقدروا نجتمعوا ونبريزونطيو الرؤيه المشتركه اللي غتكون مدققه بمجموعات عمل. ولكن في هذاك لاتوني ما كانش ممكن نخرجوا بشي حاجه متكامله لان ما كانش عندنا الوقت. ثانيا خاص كل خصنا نشوفوا شنو هما المساهمات ديال كل واحد، كيفاش غادي نخدموا اونصومبل، شنو هما الحوايج اللي نقدروا ندققوا فيهم اكثر. وهذا هو الهدف ديال هذه الورشه هذه.